طيب سؤال 16، رسم بسيط أعطاني الدالة القيمة المطلقة، قال لي حركها 3 وحدات على اليسار و4 وحدات على أسفل. طبعا حط في بالك إذا مثلا قال لك إكس زائدا 3، ما داخل القيمة المطلقة دائما هو اللي يتحرك على محور إكس، ما داخل القيمة المطلقة دائما هو يتحرك على محور إكس. طيب متى يتحرك على اليمين إذا كان إشارة ما داخل القيمة المطلقة بالسالب؟ أعيد، إذا كانت إشارة مداخل القيم المطلقة بالسالب يتحرك على اليمين، وإذا كانت مداخل القيم المطلقة إشارة موجبة يتحرك على محور إكس باليسار. طيب وإذا قال لي مثلا إكس زائد 3 زائد 4، ما خارج القيمة المطلقة هذا اللي يتحرك على محور واي، إذا كان موجب حيتحرك لأعلى، وإذا كان سالب حيتحرك لأسفل. حلوين. طب احنا نترجم الكلام ده، قال لي to the left 3 units، قلنا اذا سوري قلنا مداخل القيم المطلقة اذا كان اشارته موجبة هيتحرك على اليسار، قال لي to the left يعني موجب 3، بعدين قال لي down 4 units، وقلنا ما خارج القيم المطلقة هو اللي يتحرك لأعلى ولأسفل، down يعني أسفل ناقص 4. حلوين. الآن راح نرسم الرسمة هذه. طبعا دالة القيمة المطلقة رسمتها الأساسية هذه تأخذ على الشكل رقم 7، أنا حركها 3 وحدات على اليسار، سالب 1 سالب 2 سالب 3 و4 وحدات لأسفل تقريبا هنا، هذه النقطة الأساسية عندي سالب 3 و4. طيب النقطة الثانية اللي هي ترسم كده على شكل 7، لكن إيش النقطة الثانية؟ أجرب أحط 0، لما نحط الإكس بصفر عوض في الدالة نفسها هذه، لما نحط إكس بصفر 0 زائد 3 3 3 ناقص 4 يعطيني سالب 1، لما تكون يعني كيش ترجمة الكلام ده، يعني لما أحط الإكس بزيرو وأعوض في الدالة يعطيني الواي بسالب 1، يعني النقطة الثانية اللي حتحرك بيها الدالة حرسمها حتكون هذه، لما تكون الإكس بزيرو الواي تعطيني سالب 1، وهذه هي الرسمة تقريبا. يمديني أعوض أجرب بنقاط ثانية وأشوف كم نقطة، مثلا إيش النقطة هذه وإيش النقطة اللي بعدها، أو آخذ من هنا مثلا سالب 4 وسالب 6 ومن الكلام ذا.